بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو اليوم نتحدث عن موضوع الكومبوزيشن، أو كيف يكون في عندي أوبجكت أحد مكوناته أوبجكت ثاني. هذا الموضوع صراحة تطرقنا له خلال حديثنا عن الستركتس سابقا. كان في عندنا ستركتس مكوناتها الفيلدز اللي داخل ذاك الستركت كانت فعليا من أنواعها من ستركتس أخرى. في فيديو اليوم في عندنا 3 نقاط رئيسية. أولا مفهوم الكومبوزيشن، what is composition، واللي هو زي ما قلنا هو أن يكون في عندك أحد مكونات الكلاس هو أوبجكت من كلاس ثاني، وهي قضية جدا بتساعد المبرمجين في أنك بدل ما تنشئ الكلاسز عندك من العدم، أنك تقدر تنشئ كلاس بناء على كلاس أوريدي موجود. سو فعليا في عندك طريقتين رئيسيات لأنك تنشئ الكلاس بناء على كلاس موجود، احدها الكومبوزيشن، الثاني هو الانهيرتنس واللي راح نتطرق له ان شاء الله في المحاضره القادمه غالبا. سو هذا هو الكومبوزيشن، انك تنشئ كلاس يكون احدى مكوناته، على الاقل ممكن اكثر من مكون، احدى مكوناته تكون عباره عن اوبجكت من كلاس ثاني. الاكسس، النقطه الثانيه اللي راح نحكي عنها اللي هي الاكسس ان كومبوزد كلاسز. الآن في عندي كلاس إحدى مكوناته أوبجكت من كلاس ثاني، هذا الكلاس الجديد هل أقدر أصل للبرايفت مثلا تبعون المكون ولا فقط للببليك؟ والجواب فقط للببليك، حتى لو كنت أنت مركب الكلاس عندك من كلاس آخرين ما زلت لا تستطيع الوصول إلى البرايفت تبعهم. وأخيرا النقطة اللي راح بجوز نصرف فيها وقت اللي هي الكونستراكشن اند ديستراكشن اوردر. لما تنشئ اوبجكت سوري، كيف راح يكون ترتيب الانشاء؟ اوكي سو خلينا نستعرض الكلاس سريعا. عندي كلاس الاول element، في فقط 1 member variable اسمه value، في عندي 2 member functions اسمهم get و put. الget بكل بساطة برجع الفاليو، البوت بكل بساطة يعمل set للفاليو. هذولا constructors و destructors راح نجيهم لاحقا لما نروح النقطة الثالثة. ثانيا في عندي كلاس آخر اسمه collection. كلاس الآخر لاحظ مكون من two data members أو two member variables اللي هما L1 و L2، ونوعهم كلاهما من نوع element. طبعا ممكن يكونوا أكثر من اثنين، ممكن يكونوا مخلطين elements و floats و إلى آخره. وفي عندي هنا برضو a getter and a setter اللي حبيت اسميه هنا اسمه put. الget هذا بياخذ رقم integer 1 أو 2، اذا كان 1 برجع لك element 1، واذا كان 2 برجع لك element 2، بعمل get ل element 2. البوت بياخذ برضو رقم 1 أو 2، والقيمة هاي بخزنها بالرقم المعطى هون. سو اذا اعطيته 1 و10 راح يخزن بالالمنت 1 الفاليو تبعت الالمنت 1 راح يخزن فيها 10، اذا اعطيته 2 و17 راح يخزن ال 17 بالالمنت 2 بالفاليو تبعت الالمنت 2 بتصير 17. اوكي طبعا هذا هو اللوجيك تبعه. اوكي طبعا هنا برضو حطيت بالكومنت كونستراكتر تو كونستراكترز وديستراكتر مشان النقاش اللاحق. اوكي سو هنا بالمين عرفنا اوبجكت من نوع كولكشن كل اسمه، وبعدين مشينا بلوب من 1 إلى 2 فعليا. عملنا بوت بالإلمنت اي اي زائد 1. اوكي واخيرا هاي اللوب الثانية حتى تظهرهم. خلينا نشوف شكل الذاكرة بعد هاي الجملة تحديدا، بعد الجملة الأولى هاي تحديدا. شكل الذاكرة راح يكون كالتالي. سو هذا كولكشن هو الاوبجكت تبعي، داخل كولكشن كما هو موجود بالكلاس عندي element L1 و L2، L1 له value L2 له value. اوكي الان اذا كان مثلا في هنا في مثلا float، افرض float اي مثلا، راح يكون برضو عندي مضاف هنا سوري راح يكون عندي هنا اي، وكلهم هذول من ضمن الفلوت هذه. اوكي من ضمن سوري
كلهم هذول الثلاث من ضمن الكوليكشن. هذا على فرض انه عندي فلوت. اذا كانت الفلوت هنا فلوت اي داخل element، ساعتها اي 1 راح يكون في value و اي و اي 2 و ال 2 سوري راح يكون في value اي. سو هذا راح يكون اي 1 يتضمن value اي و اي ال 1 سوري ال 1 يتضمن value اي و ال 2 يتضمن value اي. اوكي، لكن في حالتنا احنا فقط عندنا هذا السيناريو، انه هو عندي بس float type مش موجودة، عندي فقط collection كل وبالتالي عندي هيك شكل الاوبجكت في الذاكرة. اوكي yeah exactly like this. طيب اللوبس هذه بكل بساطة تخزن قيم في ال1 وال2 ل كل الفاليو تبعت ال1 والفاليو تبعت ال2 لهذا الاوبجكت كولكشن. اوكي سو هذه النقطة الأولى، هذه كيف راح يبين الكومبوز فاليبل. الآن طبعا تقدر تتخيله الكومبوز اوبجكت سوري، تقدر تتخيله على أساس إنه ان اني اذر واي. سو تقدر تتخيل إنه هذا هو كل وداخله في عندي اي 1 اللي هي فعليا smaller than this. سو هو مكون من اي 1 اوكي، وعندي برضه مشابهة لها اي 2 somehow ال 2 ال 2 انا اظن اقول اي 2 اوكي نعم. سو هذا الاوبجكت الاول واللي هو احد اللي هو المنبر تبعه الوحيد value. So you can imagine it like this. وهذا الكومبوننت الثاني لكل واللي هو المنبر الوحيد فيه. So you can look at this in this way. Anyway, إذا ما كنت تنظر لهم بالطريقة الثانية أو كلاهما أنت مخير، أمامك الخيارين. Okay. So خلينا نشوف هذا الكود شو راح يساوي. Yeah, so الليمت الأول راح يكون واحد لأنه قلنا له خزن في في واحد، خزن واحد زائد واحد اللي هي اثنين، وخزن في اثنين، اثنين زائد واحد اللي هي ثلاث. أوكي وبعدين انتهى. الآن خلينا نشوف ترتيب النقطة الثالثة اللي هي ترتيب ال construction وال destruction. قبل خلينا نشوف access in composed class بس، اللي هي فكرة already حكيناها إنه أنت ما تقدر تصل لل private حتى لو كنت عامل كومبوزيشن. الآن طبعا الخطأ هنا مش بس خلينا نحط هاي كومنت فيها، كان خطأ المزدوج الصحيح لأنه الإف بعد بينه وبين السكتر والجملة، الآن أصبح جملة واحدة. الآن هل أقدر أصل value من داخل الكلاس كوليكشن؟ ذكر إنه value هي private في الكلاس element، على الرغم من الكلاس كوليكشن أحد مكوناته object من الكلاس element، إلا إني ما أقدر أصل private تبعه من element. أوكي إلا إذا كان هذا public أو في علاقة أخرى راح نتطرق لها في قادم الأيام. So no you can't access، إحنا بس نقدر نصل بس لل public وال private is not allowed for us حتى لو كان أحد المكونات هي object من ذاك الكلاس، ما نقدرش نصل لل private تبع ذاك الكلاس. So بال class collection على الرغم من إنه مكون من objects من نوع element، ال class collection لا يستطيع أو أي من functions تبع ال class collection لا يستطيع الوصول لأي شيء private داخل class element. النقطة الأخيرة اللي هي ترتيب الكونستراكشن. ترتيب الكونستراكشن راح يكون بالطريقة التالية. خلينا نضيف هنا default constructor على element، وخلينا نضيف default constructor على collection. هنا نعترض لأنه يقول لي okay I'm not doing this. تي سي ان اس فور ديفولت كونستراكتر. سو الترتيب راح يكون خلينا نرسم اللوب هاي حتى نخفف على حالنا مشان بس نختبر موضوع الكرييشن سيكونس او الكونستراكشن سيكونس.
راح ينشئ، يحاول ينشئ اوبجكت من نوع كولكشن، سو راح يحاول ينشئ كل، لكن كل مكون من تو اليمنتس L1 و L2، سو لذلك راح يستدعي هذا الكونستراكتر توايس، L1 مرة وL2 مرة بالترتيب التالي، L1 أولا ثم L2 بالترتيب اللي ظهروا في الديكلاريشن. أوكي، وبالتالي راح يكون الاوتبوت ان element was created twice، مرتين راح تظهر هاي الجملة، بعدين راح تظهر أخيرا a collection was created. أوكي، so an element was created هاي ل L1، an element was created هاي ل L2، هذول اثنين، بعدين a collection was created لما للأوبجكت اللي هو الضام، هذول اثنين. وإذا رجعنا على الذاكرة، أول شيء ينشأ هذا، بعدين ينشأ هذا، وأخيرا ينشأ، إذا حبيت تتخيلوا الكفرينج لهم الاثنين. أوكي، ماذا عن destruction؟ ماذا عن ترتيب destruction؟ خلينا نرجع destructors. ترتيب destructors برضو بعكس ترتيب ال construction دائما. So راح أول ما يهدم الغلاف، إذا حبيت تتصوره كغلاف، ومن ثم تهدم الكومبوننتس بعكس الترتيب التي أنشأت فيه. So الكومبوننت الأخير راح يهدم أولا، وبناء عليه راح يقول لك an element was created، an element was created that's fine، هذا سيبقى كما هو، بعدين a collection was created، بعدها مباشرة راح يكون a collection was destroyed، وبعدين ال element was created اللي هو تماما L2، وأخيرا ال element was created المقصود في L1. أوكي، so see آخر شيء أنشئ كان a collection was created، أول شيء هو ما was a collection was destroyed. أوكي، طيب الآن ماذا لو كان عندي مثلا non default constructors، هذا الكونستراكتور وهذا الكونستراكتور، شو راح يصير بالدنيا؟ وأضيف له هون كونستراكتور نعم ديفولت. لاحظ إنه هذا الكونستراكتور بياخذ قيمة معينة لإيه؟ مشان نخزنها بالفاليو. بقول لك إنه الـ element was created الـ parameterized constructor. أوكي؟ يخزن هذا الإيه في الفاليو. هنا خلينا نشوف شو بصير. So, حتى الآن ما صار شيء، لأنه فعليا احنا هنا ما استدعينا ولا كونستراكتور. نعطيه مثلا 10 و 15. اوكي، خلينا نعمل ل element 1 dot put، نعطيه a، و element 2 dot put نعطيه سوري b. اوكي، ساعتها شو راح يصير؟ هذا راح يستدعي الكل الكونستراكتر اللي بياخذ تو انتجرز. البارامتر الاول طبعا لما يستدعى هذا الكونستراكتر، قبل ما يدخل بالكود تبعه راح يروح على انه ينشئ هذول التو اليمنتس. لما ينشئهم، بعد ما ينشئهم راح يصفرهم طبعا، ويقول لك ان element was created default constructor، وبعدين راح يرجع هنا يستكمل. ف L1 يكون already انشئ، L2 يكون already انشئ، راح يعطي L1 A من خلال put، و B راح يعطيها ل L2 من خلال برضو ال put تبعها. فبدل الأصفار تكون في values تبعت L1 و L2 راح تكون A و B، و اللي هي 10 و15 من المين. وأخيرا بقول لك collection was created بال parameterized constructor. Okay, so if we just compile this, yeah, see the output. An element was created with default constructor L1 المقصود. An element was created with default constructor L2. و a collection was created بال parameterized constructor، لأنه فعليا احنا اخترنا نسخة ال parameterized constructor اللي هي هاي. Okay. بعدين collection was destroyed ال destructor. An element was destroyed L2 و an element was destroyed L1 وانتهى الكود. اوكي، ماذا لو بدنا الآن نستدعي الكونستراكترز تبعون L1
او L2 مباشرة، مش من خلال البوت. اوكي، هل هنا نقدر نقول له L1 اعطيه القيمة A، يعني نشيل L1 بالقيمة A ونشيل L2 بالقيمة B؟ well this is not that bad، بس مش هذا موقعهم. موقعهم فعليا هو هون. اوكي، ضيف كولون هون و تعمل هيك وتكون كوما سيباريتد. اوكي، سو هاي شو معناها؟ لان لما استدعي انا النن ديفولت كونستراكتور، هذا الكونستراكتور اللي بياخذ الفاليوز A و B، نشيل L1 بالكونستراكتور البارامترايز كونستراكتور تبع element واعطيه A، ونشيل لي L2 بالبارامترايز كونستراكتور تبع الكلاس element واعطيه B، ومن ثم اكمل ال construction بهذا ال statement. اوكي، سو هذا ال syntax لازم ضروري تنتبه له. سو كولون، اذا بدك تنشئ ال components هذول الاثنين، بدك تستدعي ال constructors تبعونهم، بدك مباشرة بعد ال heading، هذا ال heading بعده تضيف كولون و ال component متبوع بالبارامترز واحد او اكثر من واحد للبارامترز كونستركتور تبعه واحد المجرى. اوكي، سو لاحظوا شو بصير. سو لاحظ انه صار يستدعي الان البارامترز كونستركتور، وفعليا هو راح يكون مخزن A و A في L1 في الفاليو تبعت L1 و B في الفاليو تبعت L2 على التوالي. واذا بدك تتأكد من هذا الكلام نقدر هنا نعمل print what a print what a print. okay see out L1 dot get L2 dot برضو get و end وإذا بدك شوية يعني formatting. so yeah this is very basic formatting anyway. وهنا نقول له call dot print that's all. so see هنا كانوا 10 و15، تماما نفس النتيجة اللي كانت قبل شوي، بس هنا الآن أصبح بإمكاننا أن نستدعي الكونستراكتر تبع الكومبوننتس مباشرة من خلال الكونستراكتر تبع ال الكلاس الكومبوزد كلاس. اوكي، طبعا لولا هذه، لو رجعنا هذه خليناها هون، يا لو الان بدنا ننشئ، يا الان اذا استغنينا عن هذا الكونستراكتر ورحنا هنا قلنا له انشئ لي من تايب كوليكشن اوبجكت ثاني نسمي لي الاوس سي الريفيرس تبع كوليكشن. اوكي، لوك، لاحظ انه راح مباشره يعترض. اوكي، اعتراضه انه انت بدك تنشئ اوبجكت كوليكشن من غير ديفولت على الديفولت كونستركتور، مش قاعد تعطيه بارامترز. اوكي، في هون ديفولت كونستركتور، بس هذا الديفولت كونستركتور باي ديفولت راح يستدعي الديفولت كونستركتور تبع element. اوكي، لكن ما فيش ديفولت كونستركتور element، وبالتالي راح يعطيك هذا الايرور. اوكي، سو بدك تنتبه دائما انه اذا كان في عندك نون ديفولت كونستركتور بالكلاس اللي مكون من اوبجكتس من كلاس ثاني، يفضل برضو الكلاس الثاني يكون في ديفولت كونستراكتورز، او تكون معالج القضيه انك يعني قايل له هون مثلا L1 انشا لي اياها اعطيها 0 و L2 انشا لي اياها اعطيه 0. اوكي، الان هيك انت استغنيت عن الديفولت كونستراكتور تبع ال components كلاس. اوكي، لكن اذا بدون هذه لاحظ انه يعطيك ايرور انه اوكي انت قاعد تنشئ هذا الاوبجكت، هذا الاوبجكت ما فيهوش اي مشكله،
المشكلة مش في ولا في برنت هاي، المشكلة هون قاعد تنشئ اوبجكت غير باراميترز. اوكي الكلاس كولكشن في ديفولت كونستراكتور، هذا الديفولت كونستراكتور راح يستدعي الديفولت كونستراكتور تبع L1 و L2 قبل ما هو يشتغل، وبالتالي هنا ما فيش ديفولت كونستراكتور وعليه راح يسبب لك مشكلة. حلها اما انك تضيف هون ديفولت كونستراكتور هذا نفسه، او طبعا كما تعلمون تقدر هون بس تضيف له assign this to zero، او تقدر هون تقول له L1 0 L2 0 ثاني او 17 whatever القيمة بدك اياها تكون initial value and that's it. طبعا هل تفرق اذا كانت L2 قبل L1؟ مين سينشأ قبلا؟ اذا انشأت هنا بضغط له L1 L2 then L1. اوكي لاحظ هنا بالممبرز تبعون كولكشن L1 سابق L2، وبالتالي حتى هون لو شو ما كان الترتيب دائما L1 يسبق L2. اوكي هل اقدر استغني هون عن واحد من هذول الاثنين؟ والدفنتلي نو، لانه ما فيش ديفولت كونستراكتر. لو في ديفولت كونستراكتر كان مشت الامور. اوكي لو انا قلت لك 12 مثلا وتبقى فاليو ما فيش مشكله للفاليوز. هذا الكود راح يكون متاح لكم. نصيحتي الدائمة انكم تاخذوا تلعبوا فيه تغيروا فيه تشوفوا شو بصير اذا بدلت او عدلت فيه باي مكان. شو في كمان افكار ممكن نغطيها؟ لو ماذا لو ما فيش parameterized constructor اصلا؟ طبعا هذا يصير error لانه ما فيش parameterized constructor، وهذا يصير ايرور لانه برضه غير بارامترايز كونستراكتر مذكورين. طبعا هذا صار البارامترايز كونستراكتر هو عدم مساواة لانه قاعد ياخذ القيم مش قاعد يساوي فيها اي شيء. اوكي اخيرا ماذا لو بدك تكتب هذا بطريقة ارتب؟ اقصد فيها ماذا لو بدك تكتبه انه هون البروتوتايب وبرا الديفينيشن هاي الليست هذا الليست طبعا ما فيش سنكرون هاي الليست، هل تبقى مع البروتوتايب ولا تروح مع الديفينيشن؟ الجواب تروح مع الديفينيشن ديفينتلي. اوكي دائما تروح مع الديفينيشن. سو اذا هذا بدك تستبدله بالطريقه الاضبط اللي هي اوكي from the class collection I want to define the constructor. So من هنا تأتي ال list of خلينا نسميهم constructors list of constructors for the elements or for the components. okay again لو كانت هاي هون ولا هناك نفس الشيء بالنهاية الترتيب الملزم هو هذا الترتيب. هل أقدر أقول له هنا اوكي اعمل لي construction A زائد B وانسالي L2 لا تعمل construction مرة شو راح يصير؟ والفاليو تبعت L1 راح تكون مجموع A و B اللي هي بحالتنا هذا 25، والفاليو تبعت L2 راح تكون راح يروح على ديفولت كونستركتر راح تكون 0. اوكي لان الكون راح يطلع لي 25 و 0. اوكي انا what else at ideas I think that's all. هذا موضوع الكومبوزيشن موضوع already تطرقنا له بالستراكتس already عندكم مفهومه. هون بقي انكم بس تسحبوا على الكلاسز وعلى الستراكتس والى اخره. اوكي بس شغلة أخيرة، لو نقلنا إحدى هذول الإليمنتس هون للبابليك وجينا والفاليو برضو نقلناها للبابليك
هذا شيء من الستركتس اوريدي انتم متعودين عليه، بس تذكيرا في انه انت بالمين تقدر تقول له مثلا كولكشن 1 10 15، بعدين تقول له كل دوت L1 L2 سوري L2 اللي نقلناه دوت value this you can do here you can say assign it to 99 هذا public من element وهذا public من collection so you can do it needless to be said. هذا كل ما هنالك، يعطيكم العافية ونلتقي إن شاء الله في موضوع